بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم عن نبات الحرمل وفوائده الكثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن نبات الحرمل وفوائده الكثيرة. الحرمل نبات عشبي معمر كثيف شائك، وله أوراق مفصصة ورائحة مميزة. له العديد من الفوائد الصحية، ويحتوي الحرمل على العديد من المركبات والعناصر الغذائية التي تجعله له الكثير من الفوائد. فأرجوكم ابقوا معنا للتعرف على فوائد الحرمل المذهلة للرجال وللنساء وللصحة العامة، وكمان عشان نعرف طريقة استخدام الحرمل الصحيحة. يعزز صحة القلب، ويستخدم لعلاج ضغط الدم لأنه له دور فعال في علاج سرعة خفقان القلب وفي خفض ضغط الدم المرتفع. يخلص الجسم من بعض الديدان الشريطية، لأن بذور الحرمل مفيدة في التخلص من الديدان لأنه غني بمادة الهرمالين التي تساعد على طرد الديدان. يساهم في مقاومة بعض الميكروبات لأنه له القدرة على مواجهة العديد من البكتيريا، وأثبتت الدراسات أنه له دور فعال ضد فيروس نقص المناعة البشرية ومضاد الالتهابات الفطرية كعلاج مضاد للجراثيم. يدعم الجهاز الهضمي، وكمان البذور المجففة للحرمل استخدمت في الطب الشعبي لعلاج المغص لتأثيره المضاد للتشنج. يعزز الجهاز العصبي لأنه يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز العصبي، فهو يقلل من العصبية ويخفف من الألم الشديدة، لأن محتواه القلوي له دور فعال في التأثير على الجهاز العصبي المركزي، حيث له القدرة على تسكين الألم. يحسن القدرة الجنسية لأنه منشط جنسي لدى الرجال، وله القدرة في علاج العجز الجنسي. يخفف من القلق والتوتر، ويعمل على أداء الجسم كله في أحسن صورة. فوائد الحرمل للنساء: يساهم في علاج اضطرابات الحيض، ويعمل أيضا على تنظيم الدورة الشهرية، كمان يخفف من آلام الدورة الشهرية، ويعزز من إفراز الحليب لدى الأمهات المرضعات. علاج بعض الأمراض النسائية مثل التعفنات التي تصيب الجهاز التناسلي وحالات العقم المستعصية. معانا طريقة استخدام الحرمل الصحيحة. مشروب الحرمل يتم تحضيره بغلي كمية من الماء، ثم يضاف إليها قليل من الحرمل وتركها لمدة 10 دقائق، وتصفى ويتم شربها. كمان ممكن نستخدم الحرمل الجاف، ويفضل كمان هذه الطريقة لأنها أثبتت فعاليتها الكاملة. نقوم بمضغ الحرمل جيدا ثم بلعه. زيت الحرمل متوفر عند العطار، واستخدم عن طريق دهنه على الجلد أو إضافته لبعض المشروبات. ودي كانت معلومتنا النهاردة عن الحرمل، ونتقابل في معلومة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.